أكدت مصر أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 ينعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة. وخلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أنه لا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، مؤكدا وجود عدد من التحديات الاقتصادية الشديدة الوطأة على القارة الأفريقية. بداية أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس قيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة التيكاد، وأنقل لحضراتكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم مصر الكامل للخطوات الأصلاحية التي تقودونها، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح. كما أتوجه بالشكر لدولة اليابان ولرئيس الوزراء كيشيدا على ما اطلعت به من جهد لإنجاح تلك المنصة القارية الهامة التي دشنها الشريك الياباني عام 1993 تحت شعار الملكية والشراكة، تأكيدا لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. ولا ننسى في هذا المحفل تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى أفاق أرحب تلبية لتطلعات الجانبين. السادة الحضور، أتحدث إليكم اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا التحديات الدولية الراهنة، ولا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الأفريقية.